قالت مصادر في الجيش السوري الحر إن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران سيطرت على مواقع عسكرية وتلال حدودية مع الأردن في محافظة السويداء جنوب سوريا. وقالت المصادر إن قوات النظام والميليشيات سيطرت على نقطتي مخفر حدوديين وعدد من النقاط القريبة من الشريط الحدودي في ريف السويداء. من جهة أخرى شنت طائرات النظام غارات جوية على مخيم رويشد في البادية قرب الحدود مع الأردن.